كثير من النساء يعتقدن أن تقصير الثوب فوق الكعبين يشمل النساء والرجال. أرجو توضيح ذلك. لا، تقصير الثوب إلى الكعبين وما فوقهما خاص بالرجال، أما المرأة مطلوب منها أن تستر قدميها وأن تستر، بل مطلوب منها أن ترخي ثوبها خلفها مقدارا يستر عقبيها، مقدارا يستر عقبيها عن النظر. المرأة هي تختلف عن الرجل، مطلوب منها أن تنزل الثياب عن الكعبين نجل ستر القدمين والعقبين، ولكن مع الأسف صار الأمر بالعكس الآن، صار الرجال هم الذين يطيلون ثيابهم ويسدلون ثيابهم طاعة للشيطان ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت النساء تحصر ثيابها وتبرز ساقيها وذراعيها ونحرها وما أشبه ذلك، كل هذا من الشيطان يريد أن يوقع الفتنة في بني آدم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.